ادخل. طيب بقى انا هروح على اجيب ال منيره. لذيذه صاحبتي. اه طب ايه، مش هنقعد ولا ايه؟ لا طبعا حضرتك هتقعد، اتفضل. طب يا ستي، مش لما احنا قرايب مش تقولي لي برضه بدل ما اعرف؟ والله العظيم انا ماليه دعوه بالموضوع ده خالص، منيره هي اللي عملت كده. بص هي كانت بتهزر والهزار قلب جد، انا قلت لها ان هي تروح تقول الكلام ده مش حقيقي. لا. ولو حضرتك عايز نخرج دلوقتي وقولي ان الكلام ده كدب انا هخرج. لا طبعا. تخرجي فين؟ انت عايز تطلعيني كدابه ولا ايه؟ بس انا اكدت لهم المعلومه. انا متاسفه قوي يا مستر يوسف، انا مش عارفه اقول لك ايه، بس والله العظيم انا هربي منيره دي. بالعكس، ده منيره دي عملت معايا احلى وجه. نعم. اصل انا لو عندي واحده حلوه زيك كده في العيله كان زمان اتجوزتها من زمان. استاذ يوسف انا، هو انت ليه مش واخده بالك ان انا معجب بيكي؟ ولا انت واخده بالك وعامله فيها مش حابه؟ طب بصي، انا مش طالب منك انك تعجبي بيا زي ما انا معجب بيكي، بالعكس انا عايزك تاخدي وقتك وتفكري كويس قوي، وانا قلتها لك من غير لف ودوران. حضرتك يا مفيش حضرتك. وعلى فكره الموضوع ده ملوش اي علاقه بالشغل، الشغل حاجه ولا انا بقوله ده حاجه تانيه. وأقولها لك دايما، أنت عجبان. عن إذنك مستر يوسف. مفيش، هو مش هيعمل حاجة، هو أصلا أكد الموضوع فعلا. شكلها كده هترق وتحلى قليل لما كنا نترقى قريب. بس على فكرة بقى يا منيرة، أنا مش موافقة خالص على اللي أنت عملتيه ده. موافقة بقى ولا مش موافقة، المهم إنه طلع ذوق ومحترم وابن ناس. هو بصراحة ذوق قوي. نعم يا أختي، ذوق قوي. وفي إيه يا ليلى؟ هي هتلعب ولا ايه؟ هي لعبت خلاص يا منيرة. انا مش فاهماك، وانت مش مصدقاني ليه؟ معقولة حبك بسرعة كده؟ ايه، سحر ولا شعوذة؟ يسلم، هو انت شايفاني مستاهلش ولا ايه؟ لا طبعا تستاهلي، بس مش يوسف بيه مرة واحدة. بت انت تكلمي عادل. طب عارفة انا لو منك كنت قلت له فين المأذون؟ ليه ان شاء الله؟ شايفاني واقعه في دباديبه قوي. ليه لا؟ وحش ده الواد قمر. طب والله الواد ده المفروض يبقى نجم سينما. فقير فشر. ده العربيه بس العربيه اللي راكبها تبني حي بحاله. وانت عايزه ايه تاني؟ هو سلق بيت يا منيره. يا اختي السلق ولا يتقلي مش مهم، المهم انك تتجوزي واحد متريش وخلاص. انا نفسي اعرف انت مالك، هو انت اللي هتتجوزيه ولا انا؟ لا ما هو انت مش واخده بالك. انت حبيبتي لما تتجوزي واحد غني يبقى انا اكيد هتجوز واحد صاحبه. يا شيخه، وايه اللي اكدها قوي كده؟ ما انت اكيد هتتكلمي عنه لما حد من صحابه يطلب عروسه. انت مش بس هتتكلمي عني، لا ده انت هتمدحي فيا وفي اخلاقي وفي جمالي وشياكتي ومميزاتي النفسيه. بس 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 بس، ده انت فظيعه، انت ما بتبطليش رغي. طب هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ هفكر. اوعي تقولي لي انك هترفضي او بتفكري حتى انك ترفضي. هو انا اكيد ما ينفعش اقول الكلام ده دلوقتي يا منيره. هو هيحس. وبرده ما ينفعش اقول ان انا موافقه بسرعه كده، انا ما قابلتوش غير مرتين بس. ما كلام مظبوط، اتقلي التقل صنعة. اقول لك على حاجه بقى، انا مبسوطه قوي من الكلام اللي قالهولي ده. ايوه بقى، هو ده الكلام، ما تمثليش. وبقول لك على حاجه، انا كمان مبسوطه. انت اتكلمي عدل شويه بقى. والله يا ليلى انا بتكلم جد، اخرجي بقى من الدنك اللي احنا فيه ده، عايزين نعيش عدل. على فكره في حاجه مهمه قوي انت ما تعرفهاش.
انا ما بفكرش في فلوسه خالص. طب اقول لك على حاجه، انا هريحك، فكري انت فيه وانا هفكر في فلوسه عادي، مش صحاب. عشان احنا صحاب انا محتاجه ان انت تتكلمي معايا بجد شويه. يا ليلى والله العظيم انا بتكلم جد. بصي يا حبيبتي، انت مش محتاجه غير انك تحسي ان انت عايزاه ولو 10%. بعد كده بقى ادي نفسك فرصه انك تقعدي معايا، هتلاقي ال 10% دول ب 40%. بعد كده اعرفي عيوبه ومميزاته، برافو، هيبقوا 60%. بعد كده بقى يا ليلى اعرفي رصيده في البنك، هيبقوا 1,000,000%. يخرب بيت دماغك انت ايه؟ والله يا ليلى هيبقوا 1,000,000%. فكره والله. امي جاتك القرف. الو، صحيتك ولا ايه؟ لا انا صاحيه اصلا. طب كويس. ايه في حاجه؟ وبسرعه، في حاجه بس انا عايز اشغلك، عايزك تفكري فيها طول الوقت. هو ايه المطلوب؟ هو ده المطلوب. طب احنا ممكن نأجل كلام لحد بكره لما نتقابل في المكتب احسن؟ بس كده؟ اوي اوي، هبقى عندك بكره من الصبح. اوكي، باي باي. ليلى، ازيك يا ليلى؟ عامله ايه؟ والله هو اللي اصر يجي معايا لما قرا الخبر في الجرايد، انا ما عرفتش اقول. انا حبيت اطمن عليكي بس، انت عارفه معزتك عندنا عامله ازاي، لو ده هيضايقك انا ممكن امشي. لا لا يا نور، مفيش اي حاجه. ليلى انت كويسه؟ انا خايفه عليكي. سيبك مننا يا منير، ماما عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. طب لما هي كويسه ما جاتش معاكي ليه؟ مش عايزه تشوفني صح؟ لا لا خالص، بالعكس دي بتدعي لك هي. بس ماما مالها؟ هي تعبت شويه امبارح وجالها غيبوبه سكر. مستر أنا طبعاً يا رب هموت نفسي عشان أخلص وأخلصها. غلط، اوعي تفكري كده تاني. أنا قريت كل حرف اتكتب عنك في الجرايد، ولو من القاضي هفهم الموضوع كويس ويمكن أديكي براءة كمان. شكرا يا نور. أنا ما بهزرش، أنا بتكلم بجد. أنا ومنيرة هنطلع على المحامي وهفهمه على كل حاجة، وهقول له كمان إن أنا مستعد للشهادة. أنا اتعاملت معاكي كتير يا ليلى وعارفك كويس قوي، أنت مش مجرد زبونة عندنا في المطعم، ده أنا بشوفك كل يوم. شكرا يا نور، ميرسي أوي. نور بيقول إنك ممكن تقنعي المحكمة بكل كلامك، وكلامك منطقي جدا كمان. أنت كنت بتدافعي عن نفسك وعن ابنك، وده حق مشروع. قسمت الجواز يا منيرة. مالها؟ سرقت من البيت. أنا لو ما لقيتش الورقة دي هيعتبر ابني طفل غير شرعي. أنا شاهدة إن أنتوا كنتوا متجوزين. المحكمة ما بتاخدش الحاجات دي، لازم أدلة وثبوت. طب مش يمكن أنت شايلها في حتة تانية؟ أنا متأكدة إن أنا كنت شايلها في الشقة في الدولاب. طب افتكري بس. لا يا منير، أنا عارفة مين اللي سرقها كويس أوي. مين؟ معداوي أبو يوسف.